ليس هناك وقت على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. فالأمة الآن في مأزق حرج لعلها لم تمر به منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تداعت عليها الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، أن يدعو بعضهم بعضا إلى الغنيمة إلى الوليمة، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كالأكلة تحلقوا حول قصعة يدعو بعضهم بعضا، كذلك أعداؤكم يدعو بعضهم بعضا لوليمتكم ليأكلوكم وينهشوا لحومكم، ومن أجل أن يستنفدوا ثرواتكم، ومن أجل أن يضيعوا طاقاتكم، لأن الإسلام محارب منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تصور أن الأمور انتهت وأن المؤامرات قد اضمحلت فهو واهم، وإن كان يعلم ويغالط فهو خائن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى، أي تتداعى مع حذف إحدى التاءين، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكن غثاء كغثاء السيل، كما يحمله السيل في مجراه مما يكون هنالك من الزبد ومن الجيف، ومما يلقاه السيل في طريقه فيجرفه ويحمله، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولينزعن الله الهيبة منكم من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. منا من يحب الدنيا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضونها، منا من يقبل على الدنيا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدبرون عنها، أي بنفس المقدار، ففازوا وأفلحوا وخبنا وتأخرنا. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، تحس هذا؟ هل تحس أن أخاك شيء منك؟ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين: عن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإن الإنسان إذا آلمه أصبع من أصابع قدميه، ظفر من أظفاره، يغلي منها دماغه، وتسهر منها عيناه، وترد منها عظام، ويجد الوهن والوهن والضعف في جسده كله لعضو واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علينا أن نراجع أنفسنا لأن الأمر قريب، ولكنه ليس دانيا. هو قريب نعم، أما أن يكون دانيا على مد اليد فهو أبعد من هذا. فالذي ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ديننا، فهذا الدين العظيم هو دين الله رب العالمين الذي رضيه لخلقه في أرضه، لا يقبل دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فما هو الإسلام؟ سل من شئت وستجد الإجابات العجيبة، وستجد الأفكار الغريبة. ما هو الإسلام؟ ما أكثر الإجابات؟ ما هي حقيقة الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من لدن ربنا جل وعلا؟ حقيقة الدين. أما أن تتمسك بجزئيات من الجزئيات على أنها هي الدين، فهذا كالذي يأتي بلوحة يرسم فيها أذنا تأخذ مساحة اللوحة بكاملها، ثم يجعل بعد ذلك الجسد في سنتيمتر مربع في زاوية من زوايا اللوحة،
تضخم ما لا يضخم، وتهون ما لا يهون، وما لا ينبغي أن يهون. تعلم دينك لأنك مسؤول، ولأن الأمر جد لا هزل فيه. ومن خرج على غير الملة يسأل الله السلامة والعافية وحسن الختام، فإنه خالد في النار مخلد فيها أبد الأبيد. تصور هذا، أن يخرج منها أبدا مع ما فيها من العذاب والنكال والألم الشديد. فالأمر قريب، أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم.